قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يوم أمس بجولة شملت شواطئ مدينة شرم الشيخ، وشاهد جلالته الجهود والخطوات المتواصلة التي تبذلها حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة في تطوير وتنشيط القطاع السياحي في هذه المدينة الجميلة التي تتميز وتزخر بأماكن ومقومات سياحية عديدة ومتنوعة ومنتجعات سياحية تستقطب السياحة من مختلف دول العالم. وفي هذا السياق أشاد جلالة الملك المفدى بالمرافق السياحية التي تمتاز بها منتجعات شرم الشيخ وتنوع مظاهر البيئة فيها وتعدد الأماكن التي يجد فيها السياح راحتهم، وهو ما يؤكد على الإعداد الجيد والاهتمام الكبير من المسؤولين. وقد عبر العاهل المفدى عن إعجابه وسعادته بهذه الجولة في شواطئ هذه المدينة الساحلية الجميلة التي تشهد مشروعات وأنشطة وبرامج سياحية مستمرة ومتواصلة لاستقطاب السياح، والتي تؤكد على أن مصر هي دائما بلد الأمن والأمان، وأنها دائما قوية بقيادتها وحكومتها وشعبها. وقد شارك جلالة الملك خلال جولته السياحية مع الوفد المرافق لجلالته في رياضة السباحة بأحد شواطئ مدينة شرم الشيخ، ولعب كرة الطائرة الشاطئية ولعبة الجولف، مشيرا إلى أهمية ممارسة مثل هذه الأنشطة الرياضية التي تساعد الفرد على تجديد نشاطه البدني والترويح والترفيه عن النفس، ومن ثم الإقبال على العمل بنشاط وهمة وروح عالية في تنفيذ المهام. يذكر بأن جلالة الملك المفدى يولي اهتماما كبيرا بممارسة مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، ويشجع على ممارستها بشكل مستمر من أجل تحقيق الفوائد التي يكتسبها الجسم وبما يعزز فيها النشاط. كما أن جلالته يؤكد الحرص على أهمية استغلال العطل والإجازات للترفيه في الأماكن السياحية والمنتجعات، سواء كانت على المستوى المحلي أو الخليجي أو العربي. وفي ختام جولته بمدينة شرم الشيخ الساحلية، أكد جلالة الملك المفدى بأنه على يقين بأن جمهورية مصر الشقيقة، ومن خلال الاهتمام بهذا القطاع الحيوي، سوف تكون مقصدا رئيسيا للسياحة ليس للعرب وحدهم بل لكل العالم، وأنه على ثقة بأن تنوع مصادر الدخل يخلق فرصا كثيرة للازدهار الاقتصادي في هذا البلد الشقيق. كما قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الليلة الماضية بزيارة إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. ولدى وصول جلالته كان في الاستقبال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من كبار المسؤولين بالمحافظة الذين رحبوا بزيارة جلالة الملك المفدى إلى مدينة شرم الشيخ، والتي تعكس العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وقد تجول جلالته في منطقة خليج نعمة وشارع الملك حمد بن عيسى الخليفة، حيث التقى جلالته بعدد من السائحين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية وتبادل معهم الأحاديث الودية. وأكد جلالة الملك المفدى أن جمهورية مصر العربية تزخر بالمناطق السياحية الجميلة، خاصة منطقة شرم الشيخ التي تعد من أهم المناطق السياحية في جمهورية مصر العربية، واكتسبت سمعة طيبة في الأوساط السياحية العالمية بفضل ما تقدمه حكومة جمهورية مصر العربية من خدمات متميزة، وما تضمه هذه المنطقة من فنادق ومنشآت سياحية تقدم وتوفر خدمات سياحية متميزة. مشيرا جلالته إلى أن مدينة شرم الشيخ استضافت العديد من المؤتمرات والمناسبات واللقاءات الإقليمية والدولية، وتشكل دعما كبيرا للدخل القومي الاقتصادي، منوها جلالته بجهود الحكومة المصرية وقطاع السياحة بتوفير الأمن والأمان لجميع المناطق السياحية وتقديم أفضل الخدمات للزوار والسياح، متمنيا جلالته لجمهورية مصر العربية دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
طبعا كان لنا اليوم شرف اللقاء بجلالة الملك، وكان هذه يبين مدى حرص الحكومة الرشيدة على الالتقاء مع رواد الأعمال وعلى دعم مبادرات تطوير عجلة النمو الاقتصادية سواء كانت في داخل المملكة أو خارج المملكة. وإحنا بدورنا كرواد أعمال نشكر جلالة الملك على هذه المبادرة واللي نكن لها كل التقدير والاحترام، وعسى الله يطول في عمره إن شاء الله. الحقيقة تشرفنا اليوم بلقاء صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في شرم الشيخ، وهذه رسالة أعتقد من صاحب الجلالة بأن إعادة الدعم لشرم الشيخ وأن الحياة طبيعية وأن لا شيء يوجد ضد هذه السياحة القوية إلى آخره. فتواجد جلالة الملك الله يحفظه هي رسالة موجهة للعالم وليس للعالم العربي، للعالم في أدنى أن هذا الاقتصاد وهذا الدعم لمصر الحبيبة. تشرفنا اليوم بالسلام على جلالة الملك، وإحنا طبعا من وفد المرافق الموجود في شرم الشيخ الحين، وشرم الشيخ بلد وايد حلوة، وأنصح الجميع أن يجي. أنا شايف اليوم الأشقاء من جميع الدول العربية في شرم الشيخ دلالة على أن السياحة ما زالت قائمة في شرم الشيخ. تشرفنا أيضا بلقاء جلالة الملك حمد، كان متجولا متواضعا وهو بين أفراد الشعب والإخوة الأشقاء من جميع الدول العربية والإسلامية. تشرفنا بلقائه وتشرفنا بزيارته، وكان الكل سعيد بهذا اللقاء وهذا التشريف. ونحن سعداء أن نكون في هذا الشارع المميز له باسم جلالة الملك حمد، ونحن سعداء جدا في هذا الكم الجميل الهائل من الناس التي ترحب بنا في كل مكان ونحن موجودين، وإن شاء الله دائما تكون العلاقات المصرية البحرينية في تطور وفي ازدهار، ويكون الشعبين الشقيقين دائما في تعاون مستمر. برحب بملك البحرين هنا في شرم الشيخ، وبرحب بالأمة العربية، وعاوزين نبقى ايد واحدة إن شاء الله. جلالة الملك شرف المكان اليوم وسلمنا عليه، وأبشركم الأمور كلها طيبة في مصر وأمان، والبلد يعني سياحية وتشرفون هاي وقت والله. زيارة ملكنا لمصر رسالة قوية للعالم مش بس للدول العربية، إن إحنا كشعب عربي متماسك والحمد لله أمورنا من الأحسن إلى الأحسن والأفضل. بعد زيارة جلالة الملك للقاهرة انتقل إلى شرم الشيخ، وهذه رسالة واضحة من جلالة الملك يبين في حق العالم إن شرم الشيخ بلد أمان ما فيها شيء، بالعكس جلالة الملك يه في شارع ملك البحرين وفي وسط بين الناس وقعد معاهم، وإحنا قعدنا كوافد رسمي معاه وانبسطنا، وكل من رحب في جلالة الملك